وللحديث عن ارتفاع الأسعار والتضخم في العراق مع حديث حكومة الكاظم عن تطبيقها ما تسميه ورقة الإصلاح البيضاء، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو. مرحبا بك معنا. أهلا ومرحبا بكم. دكتور، لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية تقول إن الإعلان الأخير لحكومة الكاظم عن تطبيق الورقة البيضاء أثر على السوق بشكل سلبي، هل كان هذا متوقعا بالنسبة لكم؟ حقيقة ما طرحه الكاظمي في هذه الورقة هو ليس إصلاحا بمعنى الإصلاح، لأنها لم تتضمن أي شكل من أشكال المراحل الآنية والمتوسطة وعلى المدى البعيد. نعم. ولكن بشكل عام أعطاها من 3 إلى 5 سنوات، وأنا في اعتقادي هي ما هي إلا عبارة عن عملية تخدير لواقع اقتصادي واجتماعي مأساوي يمر به العراق ومالي أيضا، لإخماد أي شكل من أشكال التظاهر والاحتجاج للشارع الغاضب خصوصا في مسألة الخدمات وغيرها. نعم. ولكن هذه الورقة منذ إقرارها لم تتضمن موازنة 2021 أي إشارة إلى البرنامج الإصلاحي الذي قدمه السيد الكاظم. هذا جانب خطير جدا، خصوصا وأن الموازنة تقدر بحدود حوالي أكثر من 97 مليار دولار، وأنها لم تتضمن آنيا في مسألة تطبيق الإصلاح المالي على الأقل. نعم. آنيا، ولكن بالعكس قدمت الحكومة طلبا من البرلمان للاقتراض الخارجي. نعم. بحجة وضعها في عملية مشاريع للتنفيذ والخدمات وإيجاد إيرادات جديدة بديلة أو تعضيدا. نعم. للإيرادات. دكتور، ما يؤيد حديثكم ما قالته لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، التي أكدت أن الأداء الحكومي للحكومة لم يبنى على منهج علمي دقيق. السؤال الآن، ما خطورة ذلك وكيف يمكن لحكومة ألا تبني أداءها الحكومي من الناحية الاقتصادية على منهج علمي وعلى ركائز صحيحة؟ حقيقة المنهج العلمي قد يكون موجودا نظريا ويطرح، لكن يدلل على أن جميع المستشارين الحكوميين الموجودين في إدارة السلطة وحول المسؤولين كالكاظمي وغيره حقيقة لم يدركوا أن الواقع الموجود لا يتماشى مع ما طرحه الكاظمي من عمليات حل لهذه الأزمات المختلفة. والدليل أن هناك كانت 2019 تقريبا أو 2000 بداية 2020 قدرت الإيرادات الموجودة من النقد الأجنبي تقدر بحدود حوالي 67 مليار دولار في البنك المركزي العراقي، أما اليوم تقدر بحدود حوالي 52 مليار، أي تم عمليات سحب من النقد الأساسي في دعم العملة العراقية بحدود 15 مليار. إذن هذا يشكل خطرا كبيرا على تفاقم الأزمة المالية وليس عملية إصلاح. هذا بالنسبة للإصلاح المالي. الجانب الثاني، لم تأخذ أن أسعار النفط، يعني اللجنة التي وضعت مثل هكذا برنامج، اليوم النفط قبل أكثر من شهرين وصل بحدود حوالي 76 دولار، أما اليوم 64 دولار للبرميل، والعراق يتجه باتجاه الاعتماد 100%. نعم. على الإيرادات النفطية. نضيف إلى ذلك دكتور صباح، عدم شمول خطة الإصلاح البيضاء التي أعلنت عنها الحكومة مسألة القضاء على الفساد والإصلاح الإداري بعيدا عن المحاصصة المشهورة والمعروفة في البلاد، إلى أي مدى جعل ذلك الخطة غير قادرة على التأثير ولم تحظى بأي تغيير على أرض الواقع؟ نعم، هذا صحيح. خلو الورقة الإصلاحية من عملية المحاربة، وإنما فقط يلوح الكاظمي بين فترة وأخرى نحن نتخذ إجراءات لمحاربة الفساد بشكل أو بآخر، وهو يعلم
أن حيدان الفساد متجذرة بشكل كبير جدا ولن يتمكن في مواجهتها سواء ببرنامج إصلاحي أو باستخدام قوة الحكومة حقيقة. ولذلك نلاحظ من أولى مسائل الفساد التي تتأكد وتنفرض على الحكومة هو مزاد العملة المستمر، والذي يقف حاجز كبير أمام عملية الإصلاح المالي بالعراق، إضافة إلى انخفاض قيمة العملة منذ طرح برنامج الإصلاح الورقة الإصلاح، ولغاية اليوم انخفضت قيمة الدينار العراقي 25%، أي تضرر المواطن بشكل كبير جدا، وازدادت عملية الاعتماد على استيراد السلع من الخارج دون الاهتمام بالإنتاج المحلي سواء الزراعي أو الصناعي أو الخدمي وغيره، وهذا أدى بنا إلى زيادة نسبة الفقر والبطالة التي تقدر على ذكر الفقر والبطالة دكتور. يعني المواطن العراقي هو الأكثر تضررا من كل هذه السياسات الاقتصادية، وهو الذي يدفع الأثمان الباهظة نتيجة هذه الأخطاء. يعني ماذا يمكن أن يعود على المواطن العراقي؟ حقيقة في اعتقادي خلال فترة قصيرة جدا قادمة سينتفض المواطن أكثر، وستكون هناك حالة من الاحتجاجات، لكن تحاول الحكومة بشكل أو بآخر من خلال طرحها للبرنامج الإصلاحي، إضافة إلى أنه نحن جادون في تهدئة المنطقة ووضع برنامج جديد في مؤتمر بغداد القادم لدول الجوار، أيضا محاولة من المحاولات للاستعانة بدول الجوار سياسيا، هذا جانب كلش مهم وليس اقتصاديا. لكن دول الجوار لن تستطيع حل المشكلة الاقتصادية في العراق لأنها أصلا تعاني من مشاكل اقتصادية دكتور. ليس عملية الحال، وإنما تعمل الحكومة على كسب الوقت فقط لتمرير الوقت وتخفيف حدة الاحتجاج والتظاهر حقيقة والمعارضة لبرنامجها الفاشل في إدارة الدولة العراقية. شكرا جزيلا لك الدكتور صباح علو الخبير الاقتصادي عبر الخط الهاتفي من عمان.